قبل أسبوعين يعني رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشرع في تكوين مندوبيها المنتشرين عبر الولايات عن بعد، تكوين سيسمح بالتحكم في تقنيات تنظيم العملية الانتخابية إلكترونيا. عبر هذه التطبيق سيتسنى لمندوبي السلطة تدوين وإيصال كل المعلومات المتعلقة بالانتخابات. لأول مرة إذن سنقوم بالتكوين عن بعد لمختلف المتدخلين في المسار الانتخابي، يعني يوم الاقتراع، وذلك حتى نتفادى أي تعطيل في مجريات العملية يوم الاقتراع، وحتى نضمن أيضا مطابقة كل الأعمال للقوانين المنظمة لذلك. ولتطوير العملية الانتخابية أنشأت السلطة المستقلة مرصدا سيعمل على خلق فرق مهامها النهوض بالأداء الانتخابي محليا ومواكبة التطور الحاصل في العمل الانتخابي على المستوى الدولي. تهدف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال إنشاء مرصد تطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية إلى تحقيق فرص فعلية في هذا المجال من خلال بناء فرق عمل متخصصة وتبادل الخبرات وإيجاد فضاء تفاعلي حقيقي يطور الأداء في الداخل وينهض بالحوار في الخارج. أشواط عديدة بلغتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ تشكيلها، ليبقى موعد الاقتراع فاصلا لإثبات نجاح عمل هذه السلطة ميدانيا.